وعليكم السلام أم صابر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات برنامج أجي السبت مع الكوتش الحرار، واليوم مع الحلقة الثالثة للعنوان ديالها صناعة الذات. دائما بارطاج الفيديو وطاقيه مع اصحابك، وقلنا ملي كتابعنا واش مدينه فاس ولا مدينه وجده ولا من الدار البيضاء ولا من قصب التادله، واش من مدينه كتابعنا. والحلم كبير بطبيعه الحال مادام ان الله سبحانه وتعالى كبير. وعليكم السلام ام ريم، وعليكم السلام فاطمه الزهراء، تحيه تقدير واجلال ساكنه اسفي. وعليكم السلام سيدي سليمان، دائما حاضر ناظر معنا. دائما مع برنامج أجي السبت مع الكوش الحرار، والحلقة الثالثة تحت عنوان صناعة الذات. وعليكم السلام فاتي بناني، كل واحد يقول لي باش من مدينه كيتابعنا. حاليا شفنا فقط مدينه اسفي، بغينا نشوفوا مدن اخرى او مدينه اسفي تاكد الحضور ديالها اشخاص واحد اخرين. وعليكم السلام مايا، وعليكم السلام وصال. برك على جيم، برك على جادور 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 جادور، بارطاجي البت وطاقي صحابك. ودائما نحن مع برنامج أجي استفدوا مع الكوتش الحرار، مع الحلقة الثالثة للعنوان ديالها صناعة الذات. الحلقة الأولى كانت عندنا كيف أحدد أهدافي، الحلقة الثانية كانت عندنا فن إدارة الوقت، والحلقة الثالثة الموضوع ديالها هو الذات ديالنا اللي خصنا نصنعوها باش نكونوا أشخاص متميزين وأشخاص قادرين على تحقيق أهداف كبيرة وكبيرة. سليمان من مدينة فاس، أم صابر من ورزازات، مايا فاس، فاطمة الزهراء يعني فاطمة الزهراء مازال فاطمة الزهراء قالت لنا آسفي. اللي حاضر معايا وداخل معايا في الجروب ديال الواتساب ديال برنامج أجي السبت مع الكوش الحرار يحاول يكوبي ليا ويبارطاجي في الجروب ديال برنامج أجي السبت مع الكوش الحرار، ويقول للناس يدخلوا يتفرجوا على الحلقه راها بدات. على ما يلتحق بين البقية نعطيكم التمرين اللي غادي ديروه كاملين. كل واحد فيكم او كل وحدة فيكم غادي تشوف تغمض عينيها وهي مغمضة عينيها او هو مغمض عينه، غادي يشوف راسه انه الان داز 5 سنين من العمر ديالو، يعني دابا حنا في 2021، يعني من بعد 5 سنوات يغمض عينيه ويشوف الحالة اللي هو فيها.
ويحاول يشوف راسه في واحد الحاله اللي هي ايجابيه، يعني يشوف راسه انه شد الدكتوراه ديالو او شد الاجازه ديالو او انه شد واحد ديبلوم ديال واحد المجال، او انه راه استاذ كيقري، او انه راه طبيب كيمارس المهنه ديالو، او انه راه مهندس كيزاول المهنه ديالو. اذا كل واحد فيكم يغمض عينيه ويشوف راسه من بعد 5 سنوات شنو ولا، ويعاود لنا في كومونتير التجربه اللي كيعيشها بعد 5 سنوات من الان. ودائما ملي كتغمض عينيك تذكر دائما انت هو الكاتب وانت هو الراوي. ملي كتكون انت هو الكاتب ديال القصه ديال الحياه ديالك وانت هو الراوي، فكتبها خير كتابه، وابدع، كن مبدع فيها. وانت هو الكاتب وانت هو الشخصيه البطله في هذه الروايه. اذا اعطي لراسك الافضليه واعطي لراسك اكبر قيمه في الروايه اللي غتكتبها، في قصه حياتك اللي غتكتبها بيدك. ما تشطرش وما تكونش بخيل، وكتب القصه ديال الحياه ديالك كيف انت باغيها او افضل مما انت تريدها. يلا كل شيء يكتب القصه ديال الحياه ديالو من هنا 5 سنوات، وديما طاقي صحابك وبارطاج. تذكر دائما ان اي واحد كطاقي او كتبارطاجي مع الليان فانت كدير فيه الاجر، وكتعطي واحد القيمه اضافيه، لان الدورات كما قلنا فهي الدورات، ماشي اي واحد كيحضر لهم. فالانسان اللي كيحضر الدورات هادو فهو انسان محظوظ وكيستافد. لهذا انت محظوظ انك تستافد معنا اليوم في برنامج اجي استافدوا مع الكوتش الحرار، مع الحلقه الثالثه للموضوع ديال صناعه الذات. فحاول ان الحظ هذا ما يكونش حكر عليك، وانما يكون كذلك للاخرين. بارطاجي وطاقي. تحية تقدير وإجلال الأستاذ صاحب القلب الكبير، الأستاذ صلاح الدين الشواري، ممثل مدينة التادلة، اللي كنقولوا عليه دائما أنه جايب العز للمدينة ديالو في مدينة فاس. تحية تقدير وإجلال الأستاذ صلاح الدين الشواري. وهنا من هذا المنبر كنقول أي واحد كيقرا في السانكيام أو السيزيام، خصوصا صاحب البكالوريا اللي عنده مشكل مع الماط او العلوم الطبيعيه او الفيزيك بالخصوص، فما عليه الا يتواصل مع الاستاذ صلاح الدين الشواري. واي واحد تادلاوي خصو يكون فخور بالمدينه ديالو، لان كاينين ناس عباقره اللي كيمثلوا مدينه تادلا خارج هذه المدينه تمثيل طيب وتمثيل رائع، وكيخليو الناس يذكروا هذه المدينه باطيب الكلمات. كما قلنا كل واحد يشوف لنا راسه بعد 5 سنين الحاله اللي ولا فيها والوضعيه اللي ولا فيها، ويحكي لنا قصه حياته بعد 5 سنوات. واش ولا مزوج وعنده وليدات، واش ولا طبيب، واش ولا استاذ، واش ولا عنده مركز، واش ولا عنده اكاديميه، واش ولا عنده طوموبيل، واش ولا واش ولا واش ولا واش ولا. وعليكم السلام رباب. كل واحد يذكرنا المدينة اللي كيتواجد فيها باش يشوفوا المدينة اللي كتابعنا بكثرة.
والمدينة اللي غادي نلقاوها كتابع على بكثرة، غادي تكون عندنا زيارة ليها، زيارة مباشرة إن شاء الله بعد شهر رمضان. لهذا طاقي صحابك باش تشوفوا المدينة اللي أكثر حضورا معنا، باش غادي نجيو نزوروها وتكون عندنا فيها دورة مباشرة بإذن الله. خاتمة للقرآن وأستاذة جامعية إن شاء الله، أم سليمان إن شاء الله يتحقق الهدف ديالك وتختمي القرآن الكريم وتكوني أستاذة جامعية ونقرأ على يديك إن شاء الله، لما لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إذا فاطمة الزهراء ما تقوليش بغيت نولي محامية، ولكن تقولي أنا الآن محامية، أنا الآن محامية في هيئة الرباط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج أجي السبت مع الكوتش الحرار. واليوم إن شاء الله مع حلقة جديدة، الحلقة الثالثة للموضوع ديالها صناعة الذات. حنا ملي كنتكلم على الصناعة يعني ماشي شي حاجة كتلقاها واجدة، وإنما الحاجة اللي كتصنعها أنت بيدك. إذن أي واحد غادي يحط راسه هو من هنا عام، من هنا عامين، من هنا 3 سنين، من هنا 4 سنين، من هنا 5 سنين، أو من هنا 10 سنين، أو من هنا على الأقل شهر أو شهرين، هو شنو باغي يكون، شنو باغي يولي. شوف راسك بحال واحد العجينة، أنت لا ترد منها إما كميرة ولا ترد منها خبزة، أنت اللي تصنعها. يعني الدس ديالك تصنعها أنت، ما يصنعهاش واحد آخر، أنت المسؤول على راسك. فأنت حر في اختياراتك وفي القرارات ديالك. واليوم إن شاء الله كما تعلمنا في الحلقة الأولى كيفاش نحدد الأهداف ديالي، وتعلمنا في الحلقة الثانية كيفاش نتعلم نسير الوقت ديالي، اليوم في هذه الحلقة هذه وبإذن الله الرحمن الرحيم الجل علاه القادر على كل شيء، أننا كيفاش نعرف الدواس ديالنا ونصنع راسنا أننا نكون أكثر تميزاً ونكون قادة. إذن هلما بنا نحو صناعة الذات ونحو التميز ونحو العطاء. وهذه الذات هذه اللي أنت أو أنت باغي تصنعيها، حاول تحطي واحد الذات اللي هي ذات ما كتخافش، ذات اللي تايقة في راسها، ذات اللي عندها كفاءة علمية، ذات اللي عندها خبرة، ذات اللي عندها مسؤولية، ذات اللي عندها حب الله سبحانه وتعالى، ذات اللي عندها حب التسامح، ذات اللي عندها حب العطاء، ذات اللي عندها مساعدة الغير. صنع ذات اللي هي متميزة. شوف راسك انت كأنك ولدتي ولد وذاك الولد هو انت، يعني انت شد راسك صغيرة وتصنعه ولدك اللي انت شايدته بين يديك كي بغيتيه يكون. واش بغيتي تكون شخصيته ضعيفة؟ واش بغيتي يكون دون المستوى؟ واش بغيتي يكون بعيد عن الله؟ كي بغيتي يكون داك الطفل الصغير هو انت. اذا كل واحد فيكم راه عايش في الظلام، وجا الوقت باش انه يخرج من هذا الظلام هذا اللي هو فيه ويخرج منه اكثر قوة. وتذكر دائما ان الانسان اللي هو ابن آدم خلق من طين عكس إبليس الذي خلق من نار. والله سبحانه وتعالى كرم آدم على إبليس حينما قال اسجدوا لآدم، فماذا قال إبليس؟ أسجد له وش أنا أسجد ليه؟ شكون هو باش أسجد ليه؟ أسجد له وخلقته من طين وخلقتني من نار. وهنا كان إبليس يظن أن الأفضلية للنار على الطين، لكن الله سبحانه وتعالى فضل آدم على سائر المخلوقات والكائنات.
عندما نقول على أن الإنسان كائن حي، فالحيوان والنبات كذلك هو عبارة على كائن حي. ولكن ملي كنقولوا أن الإنسان لديه عقل، فهنا ما كيبقاش بحاله بحال الكائنات الحية الأخرى، فهنا كيدفع عليهم وكيتميز. يعني الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان على سائر المخلوقات الأخرى بالعقل، اللي هي ملكة الفهم، اللي هي الكرامة. أن الإنسان لا يقوم بسعر، أي لا يقدر بسعر، ويحمل ملكة الفهم والكرامة. يعني الإنسان وخا ما عندوش ما يبيعش راسه وما يبيعش الصوت ديالو، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو كان بهم خصاص. وخا أنه محتاج وما عندوش ما كيمدش يديه وما كيقولش عطيني. إذا الإنسان اللي هو أنا وأنت والآخر والآخر، فضلنا الله سبحانه وتعالى على سائر الخلق والمخلوقات. نحن خلقنا من طين. وهنا أحبتي الكرام تذكروا جيدا أن في داخل الطين كنز، أن في داخل الطين كنز. يعني أنا من طين وأنت من طين والآخر من طين، وفي داخل الطين وطينك وطينها وطين الآخر كنز، وكنز عظيم. ونعطي واحد قصة صينية أرويها لكم لتكون عبرة لي ولكم. صيني القدامى كسكين، كان واحد متحف وفيه واحد صنم كبير مصنوع من طين. واحد النهار بغاو يهزوه من واحد بلاصه ويحطوه في مكان اخر، وجابوا الرافعات باش يهزوه. اثناء الحمل ديالو بالرافعات هبت واحد الريح قويه، مما اضطروا انهم يوقفوا العمليه حتى تهدن الريح عاد يكملوها في اليوم الموالي. من وقفات العاصفه جاء شخص من الاشخاص المكلفين وكيشوف واحد الشقه في داك الصنم ما كانتش. ملي بدا كيضرب فيها البيل كيلقى بان الضوء ديال البيل كيرجع ليه، وحنا كنعرفوا بان الطين ما كيردناش الضوء. شكون اللي كيردنا الضوء؟ هما المعادن. ملي بدا كيقلب كيلقى بان الذهب، ملي كيحيدوا داك الطين كامل كيلقى بان في داخل الطين كنز. وداك التمثال عنده اكثر من 2000 سنه او اكثر. وكيرجع بان الصينيين ملي بغاو يهجموا عليهم المغول حاولوا الذهب ديالهم يغلفوه بالطين باش ملي يجي المغول ما يلقاوهش. وجاو المغول وقتلوا الاغلبيه ديالهم ولقاو التماثيل كبيره مصنوعه من الطين وما هزوهاش. علاش؟ لان قالوا هذه كبيره وغادي نتقلوا بها وما عندنا ما استفدوا منها. وهذيك التماثيل توارثها جيل بعد جيل بدون ما يعرفوا القيمه اللي فوسط منها. كذلك انت هز الذات ديالك لمده 15 عام او 20 عام او 30 عام او 40 عام، تهز الذات ديالك وما عارش ان في داخلها كنز عظيم. حتى جاي دابا انا نوريه لك اللي خصك تعرفوا انت بشحال هذه. اذا انت في الداخل ديالك كنز عظيم، واليوم غادي نشوفوا داك الكنز العظيم غادي نخرجوه كاملين. ملي غادي نخرجوه كون اكيد ماشي انت بوحدك غادي تاخذ الكنز ديالك، غادي تاخذه انت وياخذوا والديك وياخذوا الناس القرابين ليك وغادي ياخذوا المجتمع اللي فيك. عليه واحد الانسان اللي كيولي عندنا عالم ولا كيولي لنا طبيب ولا كيولي لنا مهندس ولا كيولي لنا استاذ، ما كينفعش غير راسو بوحدو، كينفع راسو وكينفع والديه وكينفع الاسره ديالو الصغيره والكبيره وكينفع المجتمع. اذا هذا شخص قدم لنفسه معروفا ولمجتمعه، هذا انسان قدم قيمه مضافه. فمن منكم يرى نفسه انه انسان عنده كنز الداخل ديالو؟ يكتب لي انا انسان عظيم. اي واحد كيشوف راسه ان انسان عنده كنز الداخل يكتب لي في كومونتير انا انسان عظيم، انا انسان عظيم كرمني الله سبحانه وتعالى، انا انسان عظيم كرمني الله سبحانه وتعالى. بغيت كل شيء يشارك، عبر على الصوت ديالك، عبر على الرأي ديالك. كما قال سقراط تكلم لأراك. أحسنتي فاطمة الزهراء، أنا محامية. لا شكر على واجب رباب، لا شكر على واجب آية. أنا إنسان عظيم كرمني الله سبحانه وتعالى. نعم رباب أنت إنسانة عظيمة كرمك الله سبحانه وتعالى. نعم آية أنت إنسانة عظيمة كرمك الله سبحانه وتعالى. مايا نعم أنت إنسانة عظيمة كرمك الله سبحانه وتعالى.
هيا أعزائي الكرام، كل واحد بغيت يشارك ويقول أنا نعم يقتنع بها، أنا إنسان عظيم. لأن عندما ترى نفسك عظيم عظمتك تخرج للوجود. أنا إنسان عظيم. وكل شيء بارتاجي البث ويطاق أصحابه باش كل شيء يوصل. أنا إنسان نعم أم سليمان، أنا إنسانة عظيمة كرمني الله سبحانه وتعالى. نعم أنت كذلك، أنت إنسانة عظيمة وكرمك الله سبحانه وتعالى. كل شيء بارتاجي البث، بغينا كل شيء يستفد، بغينا اليوم تغير قناعات، بغينا اليوم الناس تخرج من الشرنقة ديالها، ديك الدودة تخرج من الشرنقة ديالها وتولي فراشة وتحلق لتستفيد من نفسها ويستفيد منها مجتمعها. نعم رباب أنت إنسانة عظيمة، نعم رباب أنت إنسانة عظيمة. فاطمة الزهراء نعم أنت إنسانة عظيمة كرمك الله سبحانه وتعالى. إذن الحلقة ديال اليوم من برنامج أش يستفدوا مع الكوتش الحرار للموضوع ديالها صناعة الذات. الهدف من الموضوع أن تعرف ذاتك وأن تكون أنت أنت، تعرف راسك وتكون أنت هو، ما تكونش داك الإنسان اللي بغاك واحد آخر كيفاش تتكونه. كنحاولوا نغيروا من الدواس ديالنا باش نرضيو واحد آخر. وحنا كنعرفوا بأن غاية الناس لا تدرك، غاية الناس لا تدرك، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، مختلفين بعضنا عن بعض. ايه كان تشابه في شي حوايج، ولكن كل واحد عطاه الميزه ديالو والاختلاف ديالو. وفي اختلاف ديالنا كاين قوه، وفي اختلاف ديالنا كاين نعمه، وهذه عظمه الله سبحانه وتعالى. اذا هنا خصني نكون انا هو انا، وهذا ما كيعنيش انني نحيد السلبيات ديالي والايجابيات ديالي نقويهم ونعززهم. نعم فاطمة الزهراء انت انسانه عظيمه، نعم وصال انت انسانه عظيمه كرمك الله سبحانه وتعالى. اذا كتذكير حنا لازلنا مع برنامج اجي استفدوا مع الكوتش الحرار، والحلقه ديال اليوم هي حلقه صناعه الذات. الهدف من الموضوع ان تعرف ذاتك وان تكون انت انت. اذا الانسان يشوف راسه في المرايه ويشوف راسه انه سبع، اه سبع قوي، انك مكرم، انك عظيم، وكرمنا بني ادم، هذا الله سبحانه وتعالى قالها. اذا الله سبحانه وتعالى كرمنا وعظمنا. نعم ام ريم انت انسانه عظيمه ومتميزه. اصعب شيء حتى اليوم ان يعرف الانسان نفسه، ولهذا قال سقراط اعرف نفسك بنفسك. اصعب حاجه هو انك تعرف راسك وتعرفها شنو بغات شنو ما بغياش. وعلاش ما كنعرفوش راسنا؟ لاننا ما كنعطيوش الوقت اننا نعرفوا راسنا، كنعطيو قيمه لواحد اخر اكثر من كنعطيوها لراسنا. كنديروا مجهود كبير باش نعرفوا الاخر، ما كنعطيوش مجهود كبير باش نعرفوا الدواس ديالنا. حاول تجلس مع راسك، بينك وبين راسك، بحال الجلسه اللي جالس دابا انا مع راسي، جالس بوحديتي في الظلام وكنشوف غير راسي. يعني واخا انا كنهضر معاكم كنشوف راسي كانني كنهضر مع راسي، ما كنهضرش معاكم. هذه دوره ديالها راسي، دوره ديالها محمد الحرار لمحمد الحرار، دوره ديال صناعه الذات ديالها محمد الحرار لمحمد الحرار. طافي الضوء وجالس غير مع راسي، باغي نعرف راسي اكثر، وباغي نزيد لقدام اكثر، وباغي نكون عظيم اكثر، وباغي نشرف راسي اكثر، ونشرف والدي اكثر، ونشرف مدينتي فاس اكثر، ونشرف بلادي اكثر، ونشرف الراي الاسلامي اكثر. نعم مايا لن اغير من نفسي لارضاء الناس، ولكن غادي نغير بنفسي للافضل لارضاء نفسي، لانني انا باغي نتغير، او لانني لك غادي في واحد الطريق خايبه خصني نغيرها نحو طريق اكثر ايجابيه. إذا أصعب شيء حتى اليوم أن يعرف الإنسان نفسه، وأسهل شيء أن ينصح غيره. هذه قال لنا أرسطو، وأرسطو قال لنا قولة واحدة أخرى، قال لك اعرف نفسك بنفسك. أنك تنصح واحد آخر راك ساهل تنصحو، ولكن باش دير بالنصيحة صعيب. وكاينة واحد القولة أخاطب نفسي بها
كل يوم كنخاطب راسي بيها، وكنذكر بيها الاساسيين اللي كندربهم، وكنذكر بيها الناس اللي كنعرف، ونذكركم بيها حتى نتوما يا ايها المعلم غيره، الا بنفسك تتعليم، يا ايها المعلم غيره الا بنفسك تتعليم، تنهى الناس عن خلق وتاتي مثلهم، يا ايها المعلم غيره اتنهى الناس عن خلق وتاتي مثلهم، يعني يا داك الانسان اللي كتنصح انسان اخر انه ما يكميش وانت كتكمي، حاول تنصح راسك هو الاول ونصح الاخرين، باش اللي كتنصحهم كيسمعوا لك لانك كيتاخذوا قدوه، لانه واخا غادي تنصحوا والنصح ديالك فيه خير وفي ايجابيه ما غاش يسمع لك، علاش؟ لان غياب القدوه، وهذا هو اللي عندنا حنا حاليا في الدول العربيه، هو غياب القدوه، ما عندناش واحد القدوه في الدراسه، ما عندناش واحد القدوه في التربيه، ما عندناش واحد القدوه اللي نمشيو عليه في الطريق ديالنا. لهذا اعزائي الكرام، بغيت كل واحد فيكم يقول لي شكون هو القدوه ديالو في الحياه من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوه ديالنا جميعا، هذاك ديالي وديالك. بغيت كل واحد فيكم يقول لي شكون شي شخص كيعرفو وكيشوف فيه قدوه، وقول لي علاش اختاريتيه هو بالضبط وكتشوف فيه قدوه. بغيت كلشي يشارك، اعطيني شخص كتشوف فيه قدوه وعلاش تختيه قدوه لك. لا يمكن شراء الاحترام الذاتي او بيعه ابدا، لا يمكن شراء الاحترام الذاتي او بيعه، الاحترام ما كيتشرى ما كيتباع، كما لا يمكن صناعته عبر العلاقات العامه. هذا الاحترام الذاتي، يعني كيفاش تحترم راسك واش تحترم واحد اخر، احترام ديال راسك. انه احساس ياتي اليك عندما تكون وحدك، بحال هذه اللحظه هذه، في لحظات الصمت في الاماكن الهادئه، عندما تدرك فجأة أنك عرفت الخير وفعلته، وقدرت الجمال وسعيت له، وعرفت الحق وجهرت به. لا يمكن شراء الاحترام الذاتي أو بيعه أبدا، احترام ما كيتشرى ما كيتباع، كما لا يمكن صناعته عبر العلاقات العامة. إذا الاحترام الذاتي هو إحساس يأتي إليك في لحظات الصمت في الأماكن الهادئة، عندما تدرك فجأة أنك عرفت الخير وفعلته. شي كويس لما الله ينورك لك العصر أحسن. في الأماكن الهادئة عندما تدرك فجأة أنك عرفت الخير وفعلته، يعني تعرف الخير وتديره، لأن كاين اللي كيعرف الخير وما كيديروش. وبهذا المنبر كنشكر الرباب والبنات صحاباتها والناس اللي كتعرف اللي ساهموا كذلك في واحد الملابس جمعوهم في مدينة تادلة وعطاهم لي، وجيت أنا عاونت بهم ناس اللي هم محتاجين، ولا زالت المبادرة مفتوحة. وكذلك جمعية أبناء الخير في مدينة فاس حاليا مقبلة على قفص رمضان، وأي واحد بغى يساهم يساهد، يا بفلوس يا بسكر يا بشبكية يا بملاوي يا بحوايج يا بالله يرحم الوالدين يا بإعلان يبارطاجيه فيدير. فلعلك تقول انه خير هين ولكنه عظيم عند الله. هل تقدر تعطي غير تقاشر ويجيوك عاديا، وواحد اخر يكون كيموت بالبرد ومحتاج دوك التقاشر. لهذا قلنا فجاه عرفت الخير وفعلته، وشحال من واحد كيعرف الخير وما كيديروش. وقدرت الجمال وسعيت اليه، يعني عرفتي الجمال وبقيت كتقلب موراه وكتسعى موراه، لأن الله جميل ويحب الجمال. وعرفت الحق وجهرت به، يعني عرفتي واحد حاجة راها حق وجهرتي بها وما خليتيهاش عندك. ثلاث نقط أساسية ركزوا عليها. إذن آية كتقول لي أنت يا أستاذ أنك حقا تستحق أن تكون قدوة لنا، بارك الله فيك آية. الظلام تساؤل وبغيت كل شيء جاوب عليه، إذا ما جاوبش عليه كثر من 10 ديال الناس ما غاش نكمل الدورة، لأن تساؤل مهم.
تساؤل، لماذا أنت هنا؟ لماذا أنت هنا؟ علاش أنت معنا في هذه المحاضرة هذه أو هذه الدورة هذه أو هذه الحلقة هذه؟ علاش أنت هنايا؟ واش لأنك تعرف الكوتش محمد حرار؟ أو لأنك عارف بأن الكوتش محمد حرار مع الاستفادة وجاي تستافد؟ أو عرفتي أن الدورة موضوع ديالها هو صناعة الذات؟ شنو هو السبب ديال التواجد ديالك هنا؟ لماذا أنت هنا؟ جاوب لي على هذا السؤال، بغيت كلشي يجاوب. دكوين كيقول لك تجي معطل، افضل على انك ما تجيش كاع. مرحبا بك معنا وان شاء الله تستافدي. الموضوع ديالنا دكوين هو صناعه الذات. الله يكبر بك سيدي السفير. اذا اعزائي الكرام، تحيه تقدير السفير يوسف، حتى هو من مدينه قصبت تادلا. اجا سفير، اجا استاذ، اجا 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 اعطينا غير كلمه، غير كلمه. اجا كتكشف مايا كتقول الاستفادة وأريد صناعة ذاتي والتقدم من الأمام. دكويل الاستفادة، دابا جوج الناس باقي، 8 ديال الناس، 8 باش نكملوا المحاضرة ديالنا. التساؤل ديالنا لماذا أنت هنا؟ لأستفيد مع القش الحرار، لأن ثقتي به كبيرة وأعلم أنه سيعطينا كل ما نحتاجه من معرفة إن شاء الله. نكون عند حسن ظنكم. تحياتي أستاذ صلاح الدين، شي كلمة؟ اجي كلمة. نشعلوك الضوء انت ونخليك في الظلام تنفع. خليك في الظلام. اذا استاذي، اذا معنا الان استاذ صلاح الدين الشواري، مدينة تادلا، والان كيتواجد معنا في مدينة فاس، مركز اكاديمية صناعة التمييز الدولية، دورة صناعة الذات. صناعة الذات، بغيتك شي كلمة ليهم. راه كاينين وليدات ديال تادلا هنايا، كاينين بزاف ديال الوليدات. مرحبا بهم، مرحبا بهم. إذا قالت لك أنني أريد أن أعرف كيف أصنع ذاتي. وصل وصلت هي مدينة تادلا، قالت لك الاستفادة من خبرتك وقدراتك. إذا كل شيء يقول لك السبب ديال التواجد ديال هنا. نخصك الموسيقى أستاذ، خليها. خليها الموسيقى زوينة كتحفز. مزيان. أعطيهم كلمة. دونك بما أننا في دورة صناعة الذات، الهدف الأساسي من هادشي هذا كامل هو أنني نعرف الرسالة ديالي في الحياة ونحاول انني نبحث فيها. يعني انت هي طال الزمان ولا قصار الرسالة في الحياة غادي تلقاها. يعني هذا هو اللي كنلقاو فيه، ان كاين الناس اللي كتقول لك خدمت على 18 عام، كاين الناس اللي خدمات على 21 عام، كاين الناس اللي خدمات على 50 عام. كل واحد انت لقى رسالته في الحياة. من نهار كنلقى رسالتي في الحياة كنخدم وانا مرتاح، ما كنبقاش خدام بحال داك الفأر اللي لقى الماكلة وعجبو الحال، حتى في الاخر لقى راسو في القاع ديال السطر، تلقى راسو ما عندوش كيدير، يطلع ومات تمايا. وهذا كيفك؟ السلام عليكم. مرحبا مايا. مرحبا سيدي ايوب. ايوب هي ايوب هي ايا. لا ايوب، لا ايا، هي دخلت في فيسبوك ديال خويا هذيك ايا. مرحبا ايا. ايا حبيبي. اذا كما قلت لكم، الا ماشي مشكل انني شحال ديال المده اللي غادي ندوزها ونتكرفص فيها باش انني نلقى رسالتي في الحياه، ولكن الاساسي هو في الاخر غنلقاها. وهنا دائما ناخذ يا ناجح يا ناجح في حياتي، في دراستي، في كل شيء. ودائما نعتمد على الوضعيه اللي قدامي، يعتمد على ما لديك في الوضعيه، سواء دراسيه سواء حياتيه. وتحيه لكم، ونخليكم مع استاذ محمد الحرار. شكرا لك استاذ، تحيه لك طيبه. اذا علاش انا كنتواجد هنايا؟ وجوج ديال القواعد كنت علمتهم في الدوره ديال قسم التالة، اللي منهم كن اجتماعيا، كن مبادرا، كن متميزا. كن اجتماعيا، كن مبادرا، وكن متميزا. علاش خصني نكون حاضر هاد الدوره؟ باش تكسب اصدقاء،
باش ما نبقاش بوحدي ونعزل الاصدقاء. في اي بلاصه مشيت ليها نحاول نربح اصدقاء، والصداقه نعطيها معيار. تطور العلاقات، كيفاش العلاقات انها تتطور نحو الافضل ونحو الاحسن. يعني انسان نعرفه ندير معه علاقه وديك العلاقه تتطور، والعلاقات كتكون علاقات ايجابيه. تغيير العادات، حنا عرفنا فرقنا ما بين الفكره وما بين السلوك وما بين العاده. تغيير العادات يعني الا كانت عندي واحد عاده سلبيه نحاول انني نغيرها. فبالنسبه ملي مشينا لمدينه تدلى راه في اخر نهار تلاقينا ب 21 شخص او 22 شخص، ولكن السؤال كيطرح نفسه، واش تدلى واش فيها غير 20 شخص او 30 شخص؟ لا. اذا هادوك 30 شخص اللي حضروا معايا مباشره واش كيحسوا براسهم انهم محظوظين؟ واش كيحسوا براسهم انهم متميزين؟ واش كيحسوا براسهم انهم فخورين بنفسهم انهم كانوا حاضرين في ديك الدوره؟ وبالنسبه للناس اللي ما حضروش ووصلهم الصدى ديال الدوره، واش كيحسوا براسهم انهم غير محظوظين او ان شي حاجه مهمه فاتهم؟ اذا هنا كطرح سؤال، انني ملي كنكون مبادر والحاجه اللي ما كنعرفهاش كنحاول نجربها عاد نحكم عليها، كنلقى راسي استفدت شي حوايج ما استفدتهمش الناس الاخرين. اذا قلنا تغيير العادات، تغييرك تغيير الذات، تصنع الذات، وهادشي كله ان شاء الله غادي نعرفوه في هذه الحلقه اليوم. تكسب الاصدقاء، تطور العلاقات، تغير العادات، علوم ومعارف، صناعه الذات، تغيير الذات. روي ان عيسى عليه السلام قال: ماذا يكسب الانسان اذا فاز بكل شيء وخسر نفسه؟ وانا عندي بزاف واحد، عندي هنا واحد الناس هنايا بلا ما نذكر السميه ديالهم، وغادي يدوزوا عندي في الواتساب وغادي يقولوا لي استاذ الميساج راك قصتيني انا به، وهذا الميساج اللي كنتي بالخصوص وليك انت. ماذا يكسب الانسان اذا فاز بكل شيء وخسر نفسه؟ طبيعة الحال ما غادي يربح والو. ده الانسان خصو يتعلم يربح راسه هو الاول، عاد ديك الساعه يشوف يربح الناس. حتى انا كنت محظوظ بالتواجد ديالي مع عباقره قصبه تدلى، لان قصبه تدلى حقيقه غادي نهضر عليها بموضوع بوحده، غادي نهضر عليها لان قصبه تدلى خصني نهضر عليها في بث خاص بها غير بوحده. النجاح الوحيد في الحياه هو ان تستطيع ان تحيا حياتك بالطريقه التي تريدها. النجاح الوحيد في الحياه هو ان تستطيع ان تحيا حياتك بالطريقه التي تريدها. هذا هو النجاح الحقيقي، هو تعيش الحياه كما بغيتيها نتايا، ولكن ماشي في معصيه الله، ماشي تغضب والديك تعصبهم. خصك تفهم المعنى شنو بغينا نقصدو. مرحبا امري. يقول جرودون: ان الثقه بالنفس هي الاعتقاد بالنفس والركون اليها والايمان بها. الثقه بالنفس، ان الثقه بالنفس هي الاعتقاد بالنفس والركون اليها والايمان بها. ملي كنقول امنت بالله، اي هناك تصديق جازم بوحدانيه الله وبوجوده. عندما نقول الايمان بالنفس والايمان بالذات، يجب ان تكون ان تؤمن بنفسك وبقدراتك. اذا خصك تامن براسك، تثق براسك. علاش يا صاحبي ما باغيش تثق براسك؟ تثق في راسك، ما عندك ما تخسر، لانك قوي، لانك عندك ما تقول. وكنقسمك بالله عليها، اقسم بالله العلي العظيم، الا عندك ما تقول وعندك ما تقولي. علاش كنقسم بالله وانا كل ثقه فيك وخا ما كنعرفكش؟ يكفيني انني كنعرف من خلقك، يكفيني هذا. شكون اللي خلقك؟ خلقك الله سبحانه وتعالى. اذا انت قوي، انت عظيم، انت متميز، نقطه النهايه. ثلاث ما فيهاش نقاش هذه. ويقول الدكتور اكرم رضا: الثقه بالنفس شنو هي؟
هي إيمان الإنسان بأهدافه وقراراته. شنو هي الثقة بالنفس؟ هي إيمان الإنسان بأهدافه وقراراته وبقدراته وإمكاناته. الإنسان كيآمن بالهدف دياله، أنا مآمن أنني غادي ندل الباك، مآمن أنني غادي نختم القرآن الكريم، مآمن أنني غادي نشد الدكتوراة، مآمن أنني غادي نولي نهضر بالانكلي، مآمن أنني غادي ندي والديا للحج. أؤمن بذلك لأن حتى فاتح القسطنطينية محمد الفاتح علاش فتحها؟ لأن كان يؤمن بذلك. هي إيمان الإنسان بأهدافه وقدراته وقراراته وإمكانياته. عارف حتى الإمكانيات اللي عنده عارفها وواثق فيها، أي الإيمان بذاته. وقيدة عندك وخليها كبيرة، قيدة كبيرة. الثقة بالنفس شنو هي؟ هي إيمان الإنسان بأهدافه وقراراته وبقدراته وإمكاناته، أي الإيمان بذاته. أي الإيمان بذاته. فما هي الذات إذن؟ الذات يصحنا فلسفيا هو الشخص، هو الأنا، هو الإيغو باللغة اليونانية. والشخص اللي هو الذات هو اللي كنقولوا عليه ذات مفكرة عاقلة واعية مريدة. ما هي الذات؟ ذات الشيء أي نفسه وعينه، الذات لكل شيء، ما يخصه ويميزه عن جميع ما عاداه. والذات أنت مجرد عن الصفات، والذات أنت مجرد عن الصفات. وسؤال مهم، بمن نطق؟ أنا لو كنت منكم وطرح هذا السؤال بمن نطق، سيكون لدي جواب سريع بدون تفكير، بالله سبحانه وتعالى، بلا ما نفكر. من كنطق كنطق بالله سبحانه وتعالى. وإذا قال لي شكون آخر؟ بوالدية. وشكون آخر؟ عاد نقول له شخص آخر اللي يقدر يكون راجلي، يقدر يكون مراتي، يقدر يكون خويا، يقدر يكون صاحبي، يقدر يكون أستاذ ديالي. السؤال موجه لك أنت وبغيت كل شيء يجاوب، بمن تثق؟ وعطيه بالترتيب، الله سبحانه وتعالى، والديك، شكون مر والديك، واش عندك صديق كتثق به، واش عندك صديقة كتثق بها، واش عندك أخ، واش عندك عم، واش عندك خال. وهنا خص يكون الترتيب، كنثق بالله سبحانه وتعالى، كنثق في راسي، كنثق في والديا، وعاد نثق في شخص آخر. إذا الثقة بالله هذه ما فيهاش شك، الثقة بالنفس ما فيهاش شك، الثقة بالوالدين ما فيهاش شك. كل شيء بارتاج الفيديو وطاقي صحابك، ما تنساش البارتاج، بغيت كل شيء بارتاجي وكل شيء طاقي. إذا واخا يجي يفشني واحد آخر ما نخليش يفشني، لأني ثقة في الله سبحانه وتعالى وثقة في راسي ودير الاحتياط ديالي. مايا، إذا قلتي كتثقي في الله سبحانه وتعالى، وخصك ديري كتثقي في راسك، وعاد ديري كتثقي في والديك، وعاد ديك الساعات ديري داك الشخص الآخر اللي كتثقي فيه بزاف. ونسيتي قدم الزرع، الثقة في نفسك، الثقة في ذاتك. إذا نثق في الله سبحانه وتعالى، نثق في راسي، ونثق في والديا، وعادي يجي من بعد شخص آخر. كيبان لي الله استاذ الناس اللي طلع لي في البث، وكما قلت لكم هذا الشيء ما كيشجعش على أن البرنامج يستمر
إذن على ما يبدو لي أسكون هذه هي آخر حلقة من حلقات برنامج أجساد مع القرش الحرار. وغادي يبقى فقط البرنامج غير في الواتساب، ما يتحوش الفيسبوك. علاش؟ لأنه عيب وعار، محتوى بحال هكا فيه طاقة كبيرة، فيه إفادة كبيرة، ولقى فيه استاد الناس اللي متبعينه. عيب وعار. مايا من اليوم خصك تثقي في راسك بزاف بزاف بزاف. سؤال مهم، الشخص اللي كيقلد شخص اخر واش كيمثل راسو؟ لا، طبيعه الحال ما كيمثلش راسو. والسؤال اللي كيطرح نفسه كذلك، شكون هو الشخص اللي خصنا نقلدوه؟ من نقلد؟ هذا الشخص اللي بغينا نقلدوه كيفاش خصو يكون؟ كل واحد فيكم يقول لي الشخص اللي باغي يقلده شكون هو، ولا ما بغاش يقول لنا شكون هو، يقول لنا الشخص اللي باغي يقلده كيفاش خصو يكون باش انه يقلده. إذن أيوب، بالله، بنفسي، بوالدي، بصديقتي، بك أستاذ. طيب الحال، ثقتي في الله فوق كل شيء، هذه ماشي غير لك، راح لينا كاملين. ثقتنا في الله تعلو على كل شيء، والثقة في الله أن وصلوا لها لدرجة اليقين، اليقين بالله. إذا فاتوا الزراعة خصك تولي تثقي في راسك. دكوين في الله، في راسي، الوالدين، صديقتي فوزية، فوزية دياب. إذا تحية من فاس للصديقة ديالك فوزية دويب. هذا بدا لها ديديكاس. لالا، سؤال مهم، شنو هي الأسباب اللي كتخلينا نقلدو ناس واحد آخرين؟ علاش كنقلدو ناس واحد آخرين؟ من بين هاد الأسباب هادي عندنا الشعور بعظمة الآخرين. وهنا كنلقى بزاف د الناس كيبغيو يقلدوني أنا. علاش؟ كيشوفونني أنني عظيم عليهم، وهذا خطأ كبير. أنا ماشي عظيم عليك، أنا بحالي بحالك، أنا فقط تقت في راسي ووصلت لهاد المستوى، وانت لا تقت في راسك كتولي حسن مني. وعقل على هاد الكلام، أنا ماشي حسن منك، أنا فقط تقت في راسي. يعني انت ولا انت ما تاخذنيش قدوه ليك، لانني ماشي واعر، راك انت احسن مني. يعني انت لا تقتي في راسك وعرفتي القدرات ديالك واستخرجتيهم وضفتيهم، اتولي احسن مني. اذا من اسباب التقليد هو الشعور بعظمه الاخر، وهذه غادي ندخلوها فيما يسمى بعقده النقص. وكذلك من اسباب التقليد الاحتياج للاخر، كنحتاج للاخر. ونقدر ندخلوها اما في العبوديه او فقط في الاحتياج. وهنا كنتمنى وكنترجى، لان التمني لا يتحقق، كنترجى من الله سبحانه وتعالى ان اي انسان بغى يقلدني ما يشوفنيش عظيم ويشوف راسو اقل عظمه. الا شافني عظيم يشوف راسو حتى هو عظيم، لان عظمته بعظمته بعظمه الله سبحانه وتعالى، لان الله عظيم وخلقنا عظماء. وكذلك اللي محتاج الاخر ومحتاجني انني نكون معاه ما يدخلش في علاقه العبوديه، يعني يعطي قيمه لراسو في التواصل معايا والتواصل مع الاخرين. اه كنحتاجك، ولكنني لست عبدا لك. وعلى كنلقاو بعض الناس في بعض العلاقات كتوصل للدرجه ديال العبوديه، كتفش عليك ما يجاوبكش، يخليك الميساج بين 3 ايام و4 ايام عاد يجاوبك. يعني كتوصل للدرجه ديال العبوديه واحتقار الناس. وبعض المرات كنلقاو شي واحد لا علاقه وكيتكبرنا على ناس واحد اخرين. فيا سيدي ويا مولاي ويا للتي، فإننا سواسية أمام الخالق الله سبحانه وتعالى. علاش كاين الظلام؟ لأن الظلام زويول. الإنسان اجتماعي بطبعه، يؤثر ويتأثر. وهذه علاش قلنا كن اجتماعيا. الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق فينا طبيعة أننا نكون اجتماعيين. ولكن الذكاء من الذكاءات 9 اللي هو الذكاء الاجتماعي، ماشي غير الذكاء الرياضي اللي كاين، وكاين الذكاء الاجتماعي اللي بزاف ديال الناس عندهم الذكاء ناقص وناقص بزاف. وهذه فرصه باش يعرفوا ان كاين نوع اخر ديال الذكاء اللي هو الذكاء الاجتماعي اللي خصهم يخدموا عليه، ان يحاول ان يكون اجتماعي ويحاول ان يحيد الخوف من اقامه علاقات مع الناس.
يدير واحد الحيطه والحذر، ولكن يدير علاقات مع الناس وتواصل معاهم وتعرف عليهم. فمثلا انا مشيت قسم التادله، تعرفت على ناس زويونين، تعرفت على بيئه زوينه، تعرفت على طبيعه، تعرفت على بزاف حوايج. اذا لقيت بان المغرب ماشي غير زوين، المغرب فوق زوين، على قسم التادله كنصح الناس يمشيو ليها ويتساراو فيها ونشجعوا السياحه فيها، لانها مدينه تستحق التشجيع، وان يديروا فيها دورات تدريبيه في التنميه البشريه، ويكونوا فيها مراكز علاج نفسي، ويكونوا فيها الصروبان، يكون فيها الحساب الديني، يكونوا فيها بطولات. وان شاء الله الى سخر لله غادي ندير فيها مقر ان شاء الله، غادي يكون عندي مقر اكاديمي صناعه التمييز ان شاء الله في مدينه تادله باذن الرحمن الرحيم. وكنشجع اي صديق كنعرفو انه يمشي يزور ديك المدينه. احرص على الا تكون مرتبطا بشخص لا يمكنك ان تكون فخورا به. احرص على الا تكون مرتبطا بشخص لا يمكنك ان تكون فخورا به. حاول ما امكن ما تكونش مرتبط بشخص انت ما فخورش به، سواء كنت تعمل لديه او كان يعمل لديك، اما كان خدام عندك او خدام عنده، او مزوج به او مزوجة بها. يعني حاول تكون علاقة ديك مع الناس اللي انت غادي تكون فخور بهم وهما فخورين بك. ولهذا انا ملي قريت التلاميذ ديالي كنقريهم بواحد الحب، لانني فخور انني كنقريهم، لانني عارفهم انهم في لانني مأكد ان منهم غادي يكون الطبيب، منهم غادي يكون المهندس، منهم غادي يكون القاضي، منهم غادي يكون المحامي، منهم غادي يكون ناس اللي هما متميزين وناجحين، وانا فخور بهم وانا كنقريهم. يعني قبل ما يوصلوا للمناصب ديالهم انا فخور بهم. وعلاش؟ باش نكون اول واحد هو فخور بهم، لان النهار اللي غادي يوصلوا للمناصب ديالهم كلشي غادي يولي فخور بهم، وهذيك الساعات ما غاديش نكون انا ورقم واحد. لهذا باغي نكون انا ورقم واحد فخرا بهم، انا فخور بهم دابا، ما حدهم مازال ما حقوش داك الانجاز ديالهم. علاش؟ لانني واثق مليون في المية انهم غادي يحقوا داك الانجازات، واثق مليون في المية ان منهم الطبيب، ومنهم ومنهم المهندس، ومنهم المحامي، ومنهم الاستاذ، ومنهم القاضي، ومنهم 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 ومنهم، فهم عظماء ومتميزون. لماذا يبدو الاخر عظيما؟ بعض الناس عظماء لان المحيطين بهم صغار، بعض الناس عظماء لان المحيطين بهم صغار. ولهذا كنمشيو لشي مدينه كيقول لك الاساسيات ديالنا واعرين، عندنا اساسيات متميزين، وملي كنمشي كندير لهم انا دوره تماك او حصه كيبان لهم بان الاساسيات ديالهم ماشي متميزين وانهم غير عاديين. يعني كانوا كيبانوا لهم ان الاساسيات ديالهم عظماء، علاش؟ لان كان المستوى ديالهم هما ضعيف وما عندهمش القدره انهم يميزوا. عندنا ما يسمى بعقدة النقص. يقول ألفرد هو شعور، شنو هو عقدة النقص؟ هو شعور يحدو بالمرء إلى الإحساس بأن الناس جميعا أفضل منه في شيء أو آخر. شنو هي عقدة النقص؟ اللي بغيت إن شاء الله ما تبقى حتى شي واحد فيكم تبقى فيها العقدة ديال النقص. عقدة النقص هو شعور يحدو بالمرء إلى الإحساس بأن الناس جميعا أفضل منه في شيء أو آخر. هذه عقدة النقص هو الواحد اللي كيشوف راسو أن الناس كلهم أحسن منه في واحد الحاجة ولا بزاف ديال الحوايج، بمعنى ديما هو أقل من الناس، ديما هو ضعيف، ديما هو دون المستوى. كنتمنى أنك تعاود تجي لها يا أستاذ الأستاذ. إن شاء الله إن شاء الله غادي تكون لنا عودة إما في رمضان أو بعد رمضان إن شاء الله. الخوف ماشي في العلاقات، الخوف من التخلي في اخر المطاف. صحيح. والدكوين الخوف من الشيء يؤدي اليه. الانسان اللي كيخاف على ان توقع واحد حاجه، ديك الحاجه كتوقع له. هنا غادي يدخل في ما يسمى بقانون الجذب. اذا الانسان خصو يدخل في العلاقه ويدير الاحتياط ديالو ويتفائل خير ان العلاقه غادي تدوم. انا احس براحه في شخصيتي، هذا لا يعني أني كاملة، في الكمال لله. أحب أن أتعرف على شخصيات الآخر بغض النظر عن فكرة، لكن لدي إيمان أن كل شخص بداخله أشياء جميلة يجب التعرف إليها، ربما تفيدك في حياتك مع الابتعاد عن سلبياته. برافو عليك أم سليمان.
بين العقدة والشماعة. نصيحة: لتكن إجابتك ذكية حتى وإن عملت بغباء. عقل على القاعدة، لتكن إجابتك ذكية حتى وإن عملت بغباء. إذا لم تستطع القيام بعظيم الأعمال فاعمل الصغيرة منها بشكل عظيم، وهذه قال لنا نابليون هيل. إذا لم تستطع القيام بعظيم الأعمال فاعمل الصغيرة منها بشكل عظيم. إذا لم تستطع القيام بعظيم الأعمال فاعمل الصغيرة منها بشكل عظيم. دابا غادي نشوفوا مواصفات الذات المستقلة. هل من الممكن أن يكون الجبان شجاعا؟ نعم. هل من الممكن أن يكون الضعيف قويا؟ نعم. هل من الممكن أن يكون الخجول جريئا؟ نعم. هل من الممكن أن يكون السيء جيدا؟ نعم. فوقاش نعم؟ إلا بغى هو يكون نعم، راه غادي يكون نعم. الشجاعة، هل الشجاعة نقيض الخوف؟ ما هو الخوف؟ ما هي الشجاعة؟ سئل نابليون، نابليون سئل نابليون عن سر استطاعته في زرع الثقة في نفوس أفراد جيشه. هذا نابليون الفرنسي سولوه كيفاش كتخلي الجيوش ديالك تايقه في راسها باش حتى هما يوليو تايقين في راسهم باش غادي يجاوب. احنا غادي نجاوبك آية. سئل نابليون عن سر استطاعته في زرع الثقة في نفوس أفراد جيشه فقال: كنت أردد ثلاثا وعقلوا عليها وقيدوها في ورقة وبخط كبير وواضح. فقال: كنت أردد بثلاث، من قال لا أدري قلت له حاول، من قال لا أدري قلت له حاول، من قال لا أدري قلت له حاول. عقل إلا قالك شي واحد لا أدري قل له حاول، راسك راسك إلا قالك لا أدري قل له حاول، شنو تخسر؟ ما تخسر والو. ومن قال لا أعرف قلت له تعلم. ما كنعرفش كتب الشعر تعلم، ما كنعرفش نخرج معادلة تعلم، ما كنعرفش نخرج وطنيات تعلم. ومن قال مستحيل قلت له جرب. كيفاش كتقول مستحيل وانت ما جربتيش؟ هناك ثلاث نردهم بثلاث: من قال لا أدري قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب. أذكر بها نفسي وأذكركم بها وقيدها عنكم: من قال لا أدري قلت له حاول، ومن قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جرب. ومن أراد التغيير، ومن أراد التغيير عليه بثلاث: الإرادة هي الأساس، خص يكون عنده إرادة قوية. وشكون هو الفيلسوف كيعتبر على الإرادة؟ هو الفيلسوف شوبنهاور. الإرادة هي الأساس، أي حاجة هي الإرادة، خص يكون عندك إرادة قوية. كذلك من مستلزمات التغيير ومن شروط التغيير التفكير الإيجابي. غير أفكارك، ما تبقاش تفكر بأفكار سلبية فعاود تقول أنا خايف قول أنا تايق في راسي، فعاود تقول أنا ضعيف قول أنا قوي، فعاود تقول أنا ما قادرش قول أنا قادر، فعاود تقول أنا ما سعيدش قول أنا سعيد، فعاود تقول غير أنا ربي اللي كيدير لي هكا وكيدير لي هكا، قول أنا محظوظ لأن ربي عطيني يدية عطيني رجلية كتنفس. راه شحال من واحد ما كيدير دياليز، شحال من واحد ما قادرش يتمشى، شحال من واحد ما قادرش يشوف. وإن تعدوا نعمة الله فلن تحصوها. شوف شحال ديال النعم عطاك الله سبحانه وتعالى وشحال ديال القدرات الله سبحانه وتعالى عطيك. وثالث حاجة هي التنظيم، التنظيم خصك تنظم راسك. الإرادة هي الأساس،
خص يكون عندنا سمو الاهداف، سمو الهدف والهدف درسناه، وخص يكون عندنا خبرات الاخرين، نحاولوا تعرفوا على ناس ونتعلموا من الخبرات ديالهم، وعندنا التخطيط والتنظيم. الاساسيات الثلاث العظيمه لتحقيق شيء دي معنى هي: اولا العمل الجاد، ثانيا التمسك بالهدف، وثالثا التفكير المنطقي. اذا الاساسيات الثلاث العظيمه لتحقيق شيء دي معنى هي كاين ثلاثه: اولا العمل الجاد، ثانيا التمسك بالهدف، ثالثا التفكير المنطقي. وهذه قال لنا توماس إديسون اللي هو اخترع لنا الكهرباء والمصباح. مشيو للسمو والهدف، كيفاش ان الهدف يكون سامي؟ سمو الهدف، يقول ابن القيم: والله والله لو علمت ان سلما يربط الارض بالسماء لكان من العجز البقاء في الارض. يقول ابن القيم: والله لو علمت ان سلما يربط الارض بالسماء لكان من العجز البقاء في الارض. ويقول الشافعي رضي الله عنه: وددت ان الناس عملوا بهذا العلم ولم ينسبوا الي منه حرفا، وددت ان الناس عملوا بهذا العلم ولم ينسوا الي منه حرفا. اذا انا الشافعي العلم ديالو اللي هو اللي دايره كيقول لك الهدف ديالي هو ان الناس دير به، وخا ما تقولكش فلان اللي دارو، شوفوا الناس فين واصلين. لتكن شخصيتك اكثر من سمعتك، لتكن شخصيتك اكثر من سمعتك. نعطيكم مثال تطبيقي. فمثلا انا محمد الحرار، بالنسبه للناس ديال تادلا او مدن واحده اخرى، سمعتوا على محمد الحرار، على المدرب الدولي كوش محمد الحرار، يعني السمعه ديالي سبقاتني وعطيتوني واحد الصوره في الاذهان ديالكم اللي هي صوره زوينه. انا ملي غادي تلاقاوني مباشره خص تكون الشخصيه ديالي اكثر من السمعه ديالي. وهنايا هادشي اللي لاحظتوه ملي تلاقيتوني مباشره، لقيتو الشخصيه ديالي اكثر من داكشي اللي سمعتو عليا، اكثر من السمعه ديالي. وهادشي ما كنلقاوش عند بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس كنلقاو السمعه ديالهم زوينه، ولكن ملي كنعرفوهم مباشره كنلقاو الشخصيه ديالهم دنيئه ولا علاقه مع السمعه ديالهم اللي سمعناها. اذا لتكن شخصيتك اكثر من سمعتك، موضع اهتمامك الاكبر، فشخصيتك هي ما تكونه حقا، اما سمعتك فهي مجرد ما يعتقد الاخرون انك تكونه. وهذا ولي لكم انا، كاين الناس كيبغيوني كيعاودوا عليا بواحد الطيبوبه وواحد الكفاءه. اذا انا خصني نتلاقاكم مباشره نعطيكم الشخصيه ديالي اللي هي خصها تكون احسن من السمعه ديالي. لتكن شخصيتك اكثر من سمعتك، موضع اهتمامك الاكبر، فشخصيتك هي ما تكونه حقا، اما سمعتك فهي مجرد ما يعتقد الاخرون انك تكونه. ان لدى الانسان قدرات هائله جدا غير مستغله، لدرجه انك في الغالب لا تستغلها ابدا. شحال من واحد كيموت والقدرات ديالو ما استغلهاش، غير ضاع فيها. وذلك لان معظم الناس لا يقطعون الشوط الاول كي يعرفوا ان هناك شوطا ثانيا. نعاودها لكم باش تعقلوا عليها وتطبقوها: ان لدى الانسان قدرات هائله جدا هي غير مستغله، لدرجه انك في الغالب لن تستغلها ابدا. وذلك لان معظم الناس لا يقطعون الشوط الاول كي يعرفوا ان هناك شوطا ثانيا. ويليام جيمس: انت لن تفشل ابدا ما دمت تدرك قدراتك الذاتيه، انت لن تفشل ابدا ما دمت تدرك قدراتك الذاتيه. وهنا غادي نعطيكم اخر معلومه باش البث غادي توقف. قال احد السلف: العاقل من اضاف الى عقله عقول العلماء، العاقل من اضاف الى عقله عقول العلماء والى رايه اراء الحكماء. فالعقل الفرد
ربما زل، والرأي الفت ربما ضل. أعدد وأعيدها مرة أخرى. قال أحد السلف: العاقل من أضاف إلى عقله عقول العلماء، وإلى رأيه آراء الحكماء. فالعقل الفرد ربما زل، والرأي الفت ربما ضل. وهنا أحبتي الكرام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنا مع برنامج أجي استفدوا مع الكوتش الحرار، الحلقة الثالثة للموضوع ديالها صناعة الذات، وكما كنقول قلت لكم أظنها الحلقة الأخيرة. علاش؟ لأن لقيت أن محتوى اللي كنحط ما عليهش إقبال، وما يمكن ليش نحط أنا ندير واحد المجهود كبير تلقى 6 الناس أو 7 الناس أو 8 الناس، فهذا ليس من قيمتي وما كيعطينيش واحد التقدير للذات ديالي. إذن دمتم في رعاية الله، والله يعاونكم.